من العائدون للاختيار، والاختيار السنه دي كان هناك اختيار جديد، انه احنا من الحلقه الاولى بنقول، او حتى فريق عمل مسلسل الاختيار بيقول احنا بنوثق، فاحنا مهتمين بهذا التوثيق، وان احنا هتلاقونا شويه بنتكلم بشكل مباشر لاننا بنوثق احداث انتوا عشتوها وانتوا عارفينها. كان اختيار بقى فريق العمل انه الحلقه الاخيره تاخد طابع خاص، فريق عمل جديد، كرو مخصوص يشتغل على الحلقه الاخيره علشان ناخد وثائقي مباشر بيرصد فتره مهمه جدا من عمر مصر. والمخرج شريف سعيد مخرج الحلقه الوثائقيه الاخيره من الاختيار 3 معانا على التليفون. مساء الخير عليك وكل سنه وانت بالف خير. مساء النور وكل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد يا رب. احكي لي ايه الرؤيه، ايه اللي كنا عايزين نقوله في الحلقه 30 عشان نلخص ما قيل في 29 حلقه من الاختيار وما رصد، ايه اللي كنت شايف انك تحب تضيفه على ملحمه زي دي؟ هو احنا طبعا يعني فور تكلفنا بالحلقه 30 من مسلسل الاختيار 3 كوحده افلام وثائقيه في الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، كان الهدف في كذا هدف. اولا مساله التلخيص التوثيقي زائد اضافه بعض الاشياء التي لم ترد في الاحداث وتوضيحها والقاء الضوء على بعض الاشياء بشكل اكبر، زائد ان في اضافات حصلت طبعا في الحلقه الوثائقيه، زائد يعني زي التسجيلين الخاصين بقضية التخابر الكبرى وأحرزها، فكان في أكتر من خط كنا ماشيين فيه. يعني ينفع نقول إنه كان في مادة موجودة وكان إيدكم أو يدك مطمئنة لأن عند تحت إيدك في مادة مختلفة ممكن أن تقدم، وبالتالي أنا عايز أسألك بقى قعدت وقت قد إيه؟ يعني إمتى تم التكليف وإمتى تم الإعداد للحلقة؟ إحنا كلفنا في منتصف رمضان بالحلقة دي باعتبار إن وحدة الأفلام الوثائقية مديرها طبعا زميلي وصديقي العزيز استاذ احمد الدريني وانا المدير التنفيذي وكل كوادر الوحده، ان هم يعني مهمنا في الشركه المتحده اكثر تماسا مع الشق الوثائقي في العمل. فتم التعامل في الاطار ده. في نقطه مهمه في المداخله اللي فاتت كان معاكي استاذ باهر دودار، كنتوا بتتكلموا عن المساحه المموهه اللي بين الدراما والتوثيق. في النهاية العمل الدرامي بيبقى يعني مقيد في النهاية بعلاقات درامية وشخوص. العمل التوثيقي بيبقى عنده ميزة ان هو احيانا بيبقى اكثر مرونة في الوصول لبعض البقاع بشكل اسرع من الدرامي. انك تقدر تتكلم بشكل مباشر ولا يؤخذ عليك. اقدر اروح بشكل مباشر طبعا مع الحفاظ على ان اقدر احافظ على إثارة المشاهد وانتباهه وأنه يفضل معايا. بس عندي سؤال كمان، ما انتوا كمان دخلتوا دراما، ما انتوا كمان خدتوا الخط الدوكيو دراما في الحلقة دي. غير حتى في النهاية خلي بالك من حاجة، التارجت اودينس بتاعي في الحلقة دي هو في النهاية مشاهد مسلسل الاختيار. في النهاية أنا ما بشتغلش بمعزل أو بانفصال تام عن العمل الدرامي. بالظبط. غير أعمال وحدة الأفلام الوثائقية اللي احنا فيها بنبقى بعيدين عن ان هو عمل درامي، بتبني يعني خط وثائقي صرف يعني. وبكتير استخدمنا صناعة مشاهد درامية في الأفلام الوثائقية زي ما حصل في السنة دي وزي ما حصل في فيلم أطب وزي ما حصل في أعمال لسه قيد العرض. أحيانا بنلجأ للمشاهد الدرامية حتى في الأفلام الوثائقية في حالة انعدام الماتيريال الموضح. مفهوم. وحتى لو ألقينا الضوء دلوقتي في الحالة دي بقى أنا عندي فريق وعندي شخصيات اترسمت واتبنت فأقدر أستخدمها. بالظبط. بالظبط. فحتى دلوقتي أي متابع للمنصات الكبرى مثلا نتفليكس على سبيل المثال للحصر وغيرها، الأعمال دلوقتي بقت المساحة
بين التوثيق وبين الدراما تكاد تكون انصهرت في اعمال كتير زي دايره هتلر، زي القيصر الاخير، زي حاجات كتير، زي سلسله ناركوس. في لحظه من اللحظات بيجي لك تكسر الايهام، هو انا بتفرج على دراما ولا بتفرج على دوكيومنتري؟ كسر الايهام بيسموها، ولا انا كده بقول الكلام غلط في الاخراج؟ لا كسر الايهام، لا كسر الايهام ده موضوع تاني. لا ده موضوع تاني، تخليني ارجع اشوف الواقع يعني. هو المساحه الدراميه والمساحه التوثيقيه انصهروا في بعض في اعمال كتير. انا سعيده بانه في مصر مواهب كتير، وفي مصر طاقات كتير، واحنا كنا سعداء كمان باستقبال كل الجمهور وحتى فريق العمل الدرامي على مدار 29 حلقه السابقه، قد ايه احتفوا بحلقتكم الاخيره. انا طبعا لا انسى ابدا شكرهم طبعا الطاقم الدرامي، لان هم لم يتوانوا عن اي تعاون بيننا وبين بعض. فالحقيقة شكرا ليهم، وشكرا لانهم امتعونا على مدار 29 يوم. خلي بالك من حاجه، ان عمل زي الاختيار سواء في الدراما او في التوثيق، في النهايه حتى الواحد وهو شغال بينتبه نوع من الـ اكيد في رهبه، الجلال للموقف، لانه ده مش عمل عادي. بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنه وانت بالف خير. استاذ شريف سعيد مخرج الحلقه الوثائقيه الاخيره من الاختيار 3، واحنا بننهي موسم درامي وموسم رمضاني، واحنا بنحتفي ببدايه الاعياد او بيوم عيد الفطر، احنا ممتنين جدا لكل الطاقات اللي في بلدنا. هتلاقي وانت بتتكلم مع الناس العاديه بالمناسبه، مش مع الناس اللي بتحلل دراما ولا المتخصصين ولا اي حاجه، هتلاقي في حاله احتفاء بكل ما هو جيد، وفي حاله من التمييز الحقيقي الطبيعي العفوي للمواهب اللي بجد وللطاقات اللي بجد وللشغل اللي بجد، والناس قادرة تميز مين اللي اجتهد ومين اللي عمل حاجة نص نص، مين اللي سبناه وما بقيناش نتابعه وما اهتمناش خالص بينتج ايه ولا بيعمل ايه السنة دي، ومين اللي التفينا حواليه. يمكن رسالة الدراما السنة دي هي رسالة لكل مجتهد. في مجتهدين كتير جدا 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 أخدوا حقهم ومكانتهم المستحقة، وأعتقد أنه ده النهج اللي ظبطنا فيه، يعني كأنه الأداء الدرامي في السنوات الأخيرة كان في حالة من الربكة كده، وبنظبط أدائنا وبنظبط بوصلتنا على ذوق الناس اللي هو حقيقي، طلع ذوق راقي جدا وعالي جدا.